السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم واحد البسبوسه. عندي هنايا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، واحد الساشي ديال الخميره، كاس ديال الكوك، كاس ديال عصير الليمون، كاس ديال السنيده. اللي بغى يديرو عامر يديرو، اللي بغى ينقص شويه ينقص الحلاوه، على كل واحد على حسب الذوق ديالو. كاس الزيت، عندي ثلاثه البيضات، واحد ليمونه محكوكه، وهنايا عندي كاس ديال عصير الليمون، وعندي جوج معالق ديال السنيده. هنايا عندي واحد المول دهنته بالزبده ورشيت عليه السميده الرقيقه. المهم غادي نبداو. بسم الله. هنايا درت واحد شويه ديال الملحه، سبق هذا البيض. نجيبو الكاس ديال السنيده، نخلطهم بحال هكا. كنجيبو داك الزيت هاهو، نزيد هاد الخميرة. خليوه بحال هكا، مهم البنات. انا شعلت الفران صافي، وغادي نحط دابا في الفران. انا هاد المول ديال الدجاج حيت ندير الفران دغيا كيطيب، ف
غادي ندير ليه واحد اللاطه من تحت منه باش ما تحرقش ليا من تحت. غنجيب داك الكاس ديال عصير الليمون، نخلطو شويه السكر باش يذوب مع الليمون، صافي. وغنديرو فوق البوطه واحد 15 دقيقه. المهم البنات، ها هي البسبوسه ديالنا طابس. كنجيبو داك السيرو كنديروه عليها، يلا خرجتها من الفران وهذا راه بردت السيرو باش كنسقي فيها. هجربوها البنات صدقوني راه كتجي زوينه. صافي كنجيبو شويه الكوك كنديرو كنرشو فوق منها، كل واحد يقطع على حساب المرصوات اللي باغي. المهم هانتوما كتشوفوا مني قطعتها راه كتجي زوينه، نتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايك ومن الاشتراك، وشكرا لكم بزاف.